اهلا 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 اهلا، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ عاوتاني هادي جاب الله ناري كنا شفت معايا موس. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صباح صباح يا عم الحق، 11 النهار 11 الصباح هادي ميتي 11 الصباح هادي البنات، جبتكم معايا عاوتاني للبلايصه ديالي اللي كنهرب ليها دائما، اللي اكتشفتها وتقولوا واش شي مخلوق اكتشفها ولا كيجي ليها. وسط الغابه، الوسط كنجي انا واجدار، ولا عارف الطريق سبحان الله العظيم. جا غير مره تبارك الله ما شاء الله ذكي، جا غير مره ودخلنا وسط الغابه والله ما وجهته، قلت غنشوف واش غيعرف الطريق اللي انا باغا نمشي ليها. سبحان الله العظيم، سبحان الله على قدره ديال الله سبحانه وتعالى. الخيل كيحس بمولاه، كيفهم مولاه، كيقراه سبحان الله، كيقرا لي الاحاسيس ديالو. والله العظيم ثم والله ما وجهته، انا باغا نمشي لهاد البلاصه وفي بالي، وقلت ما غنوجهوش غنشوف واش غيعرف الطريق. قسما بالله هو اللي جابني هنا، يلا غنبقى نحلف حتى الصباح، هو اللي جابني هنايا. والله العظيم سبحان الله العظيم، مخلوق يعني اش غنقول لكم، الحب العشق هذا العشق. قولي يا ساره جيتي ديري هنايا واش غديرنا فيديو سؤال جواب ولا اش غديري لينا؟ غندير انا وياكم واحد القهيوه، غندير بيكنيك انا وياكم. العصا اللي كانت هرست لي داك النهار بقيت واقفه عليها حتى طحت انا وياها. جبت المستلزمات ديال القهوه وغندير قهيوه انا وياكم على العافيه. هي الحبيبه عليا، نحيدوا هذا المشقوف ديال التليفون. انا لالا هانا البنات، جبت هاد العيبه ديال القهوه، جبت معايا معلقه كاسي ديال القهوه، كاس واحد ما باغي حد حدايا، ما باغي حد يجي معايا. كاسي ديال القهوه، والقهوه درتها هنا هي والسكر. هاد الخنيشه هادي ما يمكنش نجيب هذيك كبيره. ايوا غنصايبو دابا القهوه، اول مره في حياتي غنشعل العافيه. الله يا ربي لا تحشمنا لا تحشمنا، نشعلو العافيه. جبت معايا بريكه، جبت معايا واحد هادشي كنشوف زعما حيت كنتفرج في اش كيقولوا لهم البرامج ديال بحال هكا بالغسال، كيقولوا لهم وثائقي، كنتفرج في وثائقي بزاف، كيبانوا ليا كيديروا واحد كلينيكس معمر بالزيت، مزيتينو مزيان، غاصينو في الزيت كيشعل كيشد العافيه. قال لي انا هادشي اللي درت اختي، هادشي اللي شفتو تعلمتو وانا غنطبقو معاكم. يا ربي لا تحشمنا. يلا فين نديرو بلاتي؟ نشوف الكاميرا رانا بزز باش صايبتها، باش حطيت نديرو هنا، نلبسو هنا، ندير ليها بلايصه هداك الصق غنحرق الغابه. الله شت شي هداك غنحرق الغابه، يا ربي تستر. المهم غنقلبو دابا على هادشي، هو اخر المطاط، بعدا نصايبو العافيه ديالنا. صيبوا العافيه ديالنا، خاصني نجمع هاد الاغصان صغيورين، نحاول ندير عليهم دواره. المهم بلا باش ما نطولش عليكم بزاف، وقيله غنقطع ولا بلاتي فيا منوض. نحاولوا نجيو ترى اللي شعلت العافيه، راه صافي صافي حيدوا عليا. غنزغرت وسط الغابه كاين حد، هادو واش كيشعلوا؟ مشكله دابا الصباح كيكون هادشي فازق. شوفوا واش هادي كتشعل، ايه ولا دغيا كطفى. يا العافيه يا بي يا بيك هاد النهار. انا بوت نبت بدات كتشعل، ويك ويك عاد تقول روح هنا من الاغصان الرقاق. جلست الله يا ربي يا ربي يا ربي،
تزيد. انجلس برد. الله. يبيه يبيه. شكرا لك شكرا. كيقول لي برافو حبيبي. زيد 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 أغصان زيد. والله يتوارى حيدو عليا. يلا انا لالا الله يخليكم. ها انا اختي فين هي؟ انا شعلت العافيه ديالي خصني نزيد مازال نحميها. هاتي شويه ديال نعم اويتا هيدو عليا. حسيت بالفخر دابا. الفيديو كامل غنبقى نشكر في راسي. نعم يلا جي نوجدوا القهوه دابا. الميكا نخزنها. اوه بصفه دعبوله. ناخذوا البنات ناتي نزيد شويه الاغصان. وياك واش طفاي عندنا فنجان ديال القهوه واحد دخان ما كيبان ليا والو. غنديروا كاس ديال الماء. اوف انجلس طرب الله. اوف وغنديروا هاد الميكا درت فيها القهوه وعلى حساب فنجان واحد. اوف العافيه ما تطفايش هالعار محتاجاك. محتاجات محتاجات قهوة نكبوها هنا كاملة مع السكر. الزبل تلوحوه شي تفاحة. لا 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 نزيد العافية نزيد. بس نزيد العويد. نعم ها هادو كيشعلوا العافيه مزيان على هاد الشيء.
اوف عيني. فتت الادغال انتم. طيب قيوتي اوف عيني بقيت كنقشع. الله على قليس الله تشهيتها ليكم البنات. بس نجلس هنا هاتي حالتي كي ولات نعاودشيكم. هذا مال ها درت قهيوتي البنات شي فيه الشوك. هاي قهيوتي وحيدو عليا كاينه ولا ما كايناش. واش هادشي داير ليا داير ليا منظر داير ليا الرومانسيه. شي فيه الشوك حميمتي. بسم الله. الله يتلقى القهوة ديال العافية كتكون غير اللي طيبة على النار على العافية كتكون غير. واختي كاينة ولا ما كايناش؟ الحمد لله كنفتخر براسي شات العافية الحمد لله. انا اختي شكون هادشي؟ انا ما كايناش غنطفي التليفون. انا ما كايناش انا فاتت الادغال فاتت الادغال ما كتهضرش التليفون عايشه في الغابه. عفسو كيعجبني يا البنات كنموت على هذا الجو بحال هذا بحال هكا. كنحماق على الجو بحال هكا ونكون بوحدي انا وعودي ما خاصني حد. قهوتي فقط لا غير. دابا غنتسرح شويه هنايا نتريلاكس نشم الهواء النقي. طفاتي الكاميرا وكنكمل دابا بالتليفون. عرفتو شنو شنو تفكرت؟ كاين واحد الدري مأح الله او شي فيه الشوك. كاين واحد الدري مغربي واحد اليوتيوبر سميتو بنس ناس بزاف منكم غيكون يعرفو. تبارك الله داك الدري كيشبه ليا والله عتير الفيرسيون ديالي انايا فراجل في دري في المغرب. كيمشي كيدير كيدير المغامرات كيطلع الجبال يدخل المغارات ما كيخلي فين يمشي. عرفتي داير بحال ماوكلي والله العظيم داير بحال ماوكلي وكيتسارع عريان بحال ماوكلي داير عليه هذيك اللعيبه ولا لابس غير الشورت وعريان يطلع ما عاد فين ما كيخافش. عرفتي الا كنشوف هذاك الدري انا متبعاه يعني من المتتبعين الاوفياء ديالو الله يسهل عليه والله يكمل عليه وكان نحييه على الشجاعه ديالو والله والجراه ديالو. تبارك الله واحد الدري كتبوا بالناس ناس غيطلع ليكم ترى شي حجره سطير الحماق راه هو كان سبب في داك داك البلاصه اللي في كازا ديال اللي في عين الدياب اللي كي فيها السحاره والشوافات وهذا عرفتوها. مع احترامي للجميع انا ما كنطيح حتى شي واحد. مولاي عبد الرحمن وقيله لا ما خفتش نغلط نكذب. هذيك كان هو السبب في الهدم ديالها ولا ترياب ريبوها لانه كان مشى صور واحد الفيديو فيها وبين الحقائق ديالها تما وشنو كيوقع وشنو داكشي ديال السحر والسحر الاسود وشاف تما دجاج مليوح مذبوح وشاف حولي دابحين وحولي ومعلقين وهكا منو للمواج. عرفتوا واحد الفيديو راه البنات راه قشعريره وحق الله العظيم. هو كان السبب في هذاك الفيديو وصل السلطات وداك الشيء وهدموا هذيك البلاصه. كنتمنى تولي شي حاجه سياحيه لان هذيك الجزيره جزيره لانها شي حاجه زوينه فعلا والتراث شي حاجه زوينه بالنسبه لكازابلانكا الدار البيضاء والله. دابا غيستغلوها غيديروها شي حاجه زوينه. شرب قهوتي كيف ما قلت لكم داك الدري ماوكلي وانا ماوكليه والله العظيم خاصني نتلاقى انا وياه ناري صقاد تلاقيت انا وياه الله يستر مع الله يحفظ والله العظيم ندريف داك الدري ما كنعرفوش شخصيا لكن واحد الانسان الدري متواضع كنتمنى تتابعوه. تبارك الله راه عنده اكثر من مليون متابع ما شاء الله. عرفتي وصل بعيد ولا كيخرج لتايلاند ومع ماليزيا كي ولا كيخرج شال على برا. بدا غير من الصفر بدا من الصفر كان كيصور بالتليفون والامكانيات ما كانش عنده وتا حاجه ولكن دابا تبارك الله ما شاء الله الله يكمل عليه ويزيده. كيعجبني داك الدري كنشوف فيه غير راسي والله العظيم. انا
فيرسيون مرأ، ها هو ما وكلي وانا ما وكليا. والله يتا شوفوا ما كاين ما احسن من الطبيعه، نتوما وراسكم، نتوما وراسكم. بات ولادي كيصيفط لي ميساج، بسم الله الرحمن الرحيم، بلاتي نشوف اش كتب ليا. عثمان حيت اليوم عندنا الجمعه، قال لي السبت بالليل غدا بالليل غنجي ندي الدراري ويبقاو عندي يومين، اثنين ما غاديش يمشيو للمدرسه لانه ولا كيخدم السبت والحد ولا عنده غير نهار فاش كيشوف ولادو ياخذهم الليله مثلا، وغد ليه في الليل كيجيبهم وبغى يدوز وقت معاهم اكثر. قال لك اثنين بلا ما يمشيو للمدرسه، يلا دوزوا امتحانات هاد السيمانه صافي. واو هادشي اللي كتب ليا وصافي. عرفتوا داك الفيديو اللي مشيت فيه لديك القلعه اللي فطرت فيه بوحدي في ريفا وانا عارف بزاف من قومي كان قال لي يا ساره علاش كتدخلي داك البلايص اختي، انا ما دخلتش راه ما كملتش، كون كان ساره ديال شحال هادي كون انا دخلت كملت في داك الكهف الداخل، راه حيت كاينه الطريق مازال طويله ما عرفتش فين كتسدي، مع ان القلعه صغيره غيكون شي ممر سري لتحت، شي ممر لتحت غادي. كون كان ساره ديال شحال هادي الله يختي هلكني هاد الشوق، كون رانا كملت مع انني سمعت هذاك الصوت هذاك وزدت تحمست، ولكن قلت لا رجعي ساره ما تبقايش تغامري. ما عرفتش علاش البنات، لانه بعض المرات داك المس اللي كيكون فيك هو اللي كيحفزك تمشي بحال داك المناطق الخاويه المظلمه. ما هادشي اللي قالوا لي البنات في التعاليق انا ما عرفتش، ولكن انا من نهاري كيعجبني هادشي المغامرات، كيعجبني هادشي اللي شي حاجه اللي كشف الحقائق مثلا، كشف شي حاجه الخبايا الاماكن المظلمه الاماكن المهجوره، هادشي كيجذبني هادشي كيثير الانتباه ديالي حبيبي. ولكن ما كملتش، ما كرهتش ما كرهتش، نكذبش عليكم ما كرهتش نمشي نغامر ندير شي مغامره شي بلاصه. قلت لي فكري في ولادك اختي، راه ولادي مالهم، ولادي ما راه ولادي راه ولادي، وانا ما كنلحقش بنفسي الضرر، كندير شي حاجه اللي تلحق بيا الضرر. كنقرا المعوذتين، راكم شفتوا في الفيديو كنقول اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق، تقولوها حتى حاجه ما كتقيسكم حتى حاجه ما كتضركم. ايه الكرسي المعوذتين وحافظ الله شي اللي كاين. اوف طاح عليا الفم، طاح عليا الفم ثاني. ويك ويك الحق انا مالي، ما الغابه كلها ما لقيتش فيها شي بلاصه نجلس فيها غير هاد غير قدام هاد الشوك. عرفتوا علاش؟ حيت ما كايناش شي شجره نشد فيها اجدار بحال هكا، حيت هذاك الجام ديالو لا طاح لا هود راسو للارض، الجام كيطيح في الارض وكيعفط عليه، لا عفط عليه وبغى يهز راسو يصدق طايح معكل. هادشي علاش كنعلقو الفوق، ها كنعلقو الفوق هنا فين لقيتها ما لقيت حتى بلاصه اخرى. يا حبيب قلبي نمشي للدار، ما عرفتش غنطيب ليهم الا ماشي ما عرفتش، درت العدس الكحل حيت كاين العدس الحمر وكاين العدس الكحل، العدس ديالنا في الزكتو تنمشيو ندير لهم واحد العيبه به، العدس مع الشعريه كيجي واعر عرفتي كيحمقهم، نديرهم لي نديرو ليهم وهادشي اللي كاين. زين الحبان اجيبوه بوس ماما، مخنن مخنن الاخر. بوسني بوسني يدي بوسه يدي بوسه، هذا هو رفيق الدرب، رفيق الدرب الوفي. هوب 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 هوب، شو كنقول ليه هوب كيبدا يلعب براسو جديد ما شاء الله. هذه هي هذا هو نهاري البنات، الصباح جيت جيت القهوه كمل خصني نكملها، جيت كنجلس انا وراسي درت قهوتي الحمد لله شعلت العافيه. اش هادشي في الغابه كتلقاو شي حاجات غراب، راه شي نهار غندير شي اكتشاف في الغابه والله ندير شي اكتشاف. ما كرهتش نشري ديك العيبه ديال اللي كيديروا لها هكا كيبقاو يقلبوا على المعدن ولا شي حاجه الحديد ولا الذهب ولا هذا،
ما كرهتش نشريها. كنت شريتها شحال هذه، ملي كنت شريت الدرون كنت شريته غير رخيص، شريته ب 2500 درهم، 50000 ريال. ودابا راه ولا فين الدرون، الدرون والجو برو خداهم ليا بات ولادي، تعصب عليا وخداهم ليا، باقيين عنده والله ما كيدير بهم حتى شي حاجه. غير بالله تما ناخذهم ليه. ايوا الكراش قلت لكم نشريها وندخل الغابه ونبدا نكتشف، غنلقى العجب معجب نخليوه على الله، خصوصا البلايص اللي كيدخلوا لهم الناس. تلقاي شي حاجات بزاف، تلقاي ذهب خواتم ولا الكولي، كاين اللي كيطيح ليه هادشي بزاف في الغابه وفي البيكنيك. مع هذا كتلقاي فلوس مثلا، ما ماشي على قبل باش نلقى هادشي، المتعه ديالو يعني كتحمسي، كتبداي دير السينيال تي 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 بحال هكا كتحمسي. كنتفرج في الفيديوهات بزاف، كيعجبني اختي هادشي كيعجبني، كتكم راه ماوكليه فتاه الادغال. الله. المهم بنات هذا هو فيديو يا اليوم، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا، جا خفيف ظريف. انا وياكم في الغابه، جي نوريكم المنظر. الله يا ربي بلي ما كتبع كيف القهوه، ما كيبغى تشربيهاش بشويه بشويه اختي بشويه، عليا نتنغموا بها. ها انتم كاين حتى واحد، حتى واحد انتوما والشجر والفراخ. غتقولي يا ساره واش ما كتخافيش؟ ما كاينش بنات اللي يقول لك حتى شحال في الساعه هنا في الغابه، ما كاينش. لا خرج ليك يخرج لك حلوف وراه يهرب من العود، حيت كبير كيهرب، الثعالب ولا الديب حتى هما كيشوفوا العود كيهربوا كيف ما داك النهار. انا معايا الحميه اختي، وزائد عندي واحد الحاجه في الصاك ديالي ما كنبغيش نوريها لان هادشي ممنوع، داك الغاز ديال الفلفله دي بيرغازا كيقولوا ليه، الغاز ديال اللي كيستعملوا البوليس، وهذا عندي في الصاكي ما كندخلش الغابه بلا بيه. ما تعرف ماشي بنادم، حيوان ولا شي حاجه ولا دب ولا شي حاجه ما تعرفي، تصدقي راه الشاه اللي في عينيه ولا شي حاجه راه كيعماو لي العينين. المهم ماشي حيت غندير هكا ولا كنحس بالامان اللي كنهزو معايا، لكن الامان كثير هو اللي هذا اللي كيعطيه ليا. والله الله سمعوا سمعوا منظر، كنبوسكم بوسه كبيره بنات، تهلاو لي فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. موه عليكم. باي باي.